معي عبر الهاتف المستشار محمد مهران، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي. دكتور سيادة المستشار، بعد التحية ونحن ننتظر قرار العدل الدولية بشأن هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية، ماذا تتوقع من هذا القرار؟ إن شاء الله نأمل يعني المحكمة تأمر بمزيد من الإجراءات الوقتية تكون يعني أكثر صرامة لحماية الفلسطينيين في غزة من يحدث من جرائم يعني مؤتمر الاركان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه خاصه في جريمه الاباده الجماعيه. يعني القانون الدولي النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه الماده 41 بتخول للمحكمه سلطه اصدار يعني او اتخاذ تدابير مؤقته، وهذه التدابير قد تكون ملزمه لاطراف النزاع لتمنع يعني وجود اي جرائم او تفاصيل. وهي بالفعل المحكمه اصدرت يعني سابقا قرار احترازي في يناير الماضي، لكن يعني اسرائيل لم تحترم هذا القرار وانتهكت يعني قرارات الشرعيه الدوليه ولم تحترمها في تحدي صارخ للقانون الدولي. لذلك طلبت يعني جنوب افريقيا من المحكمه اتخاذ المزيد من الاجراءات خاصه بعد ارتكاب العديد من الجرائم يعني بشكل واضح في غزه. يعني نامل ان شاء الله المحكمه يعني تصدر قرار بمزيد من الاجراءات وقف اطلاق النار ويعني وقف الاعمال العدائيه في غزه. يعني ونتمنى ان شاء الله انها تامر ايضا بانسحاب القوات الاسرائيليه وترفع الحصار عن غزه، ويعني الحصار اصبح الان يعني يؤدي الى كوارث، ومصر اكدت اكثر من مره على اهميه ادخال المساعدات وضروره فك الحصار عن غزه. لكن طبعا اسرائيل تنتهك القانون الوجلي القانون الدولي بشكل واضح، يعني يمكن مجلس الامن كان مساعد في ذلك لانه بيتخلى عن مسؤوليته يعني القانونيه والتي خولها له القانون الدولي بسبب الدعم الامريكي اللامحدود. نامل ان شاء الله ان المحكمه يعني قرارها يصدر اليوم يكون ايجابي ان شاء الله لصالح الشعب الفلسطيني. نحن ننتظر إجراءات طارئة لأنه الوضع كارثي، وفريق دفاع جنوب أفريقيا طالب بهذه الإجراءات الطارئة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. قانونا نوعية هذه الإجراءات الطارئة وسلطة محكمة العدل الدولية في تفعيلها؟ يعني احنا كما تحدثنا المحكمة ليس لديها يعني سلطة يمكن لتنفيذ القرارات، لكن المفترض أن الدول تقوم بتنفيذ هذه القرارات يعني بحسن نيه وفقا لميثاق الامم المتحده، وهي ملزمه بها وفقا للميثاق. وفي حاله عدم التنفيذ طبعا من المفترض ان يتدخل مجلس الامن، لكن طبعا هنصطدم بالفيتو الامريكي وهي دي المشكله الكبيره عندنا. يمكن القرار ده حتى يعني هيعزز ايضا من موقف يعني الشعب الفلسطيني وسيزيد من المزيد من الاجراءات الدوليه ضد فلسطين ضد اسرائيل سوري، وسيجعلها في عزله يعني ان شاء الله، وسيجعل ايضا المحكمه الجنائيه الدوليه تتخذ المزيد من القرارات مثل القرار الاخير يعني الذي عرضه المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه على الدائره التمهيديه بشان اصدار قرار باعتقال يعني رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع جالانت. نعم، يعني قرار الاعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي هو نوع من انواع فرض العزله ايضا، لكن نتنياهو يضرب عرض الحائط بكل هذه الامور نظرا لتهديد مستقبله السياسي وربطه بهذه الحرب الشرسه ضد الشعب الفلسطيني. طبعا هو يتخوف لانه في محاسبه كبيره للمسؤولين الاسرائيليين خاصه بعد ما حدث في 7 اكتوبر. يعني الامر بالنسبه لهم كان كارثي وكان صدمه كبيره، وده يمكن اللي بيخليهم كل يوم في حاله من يعني الهرج، وهم بيقوموا يعني بانتهاك القانون الدولي بشكل يعني واضح. النهارده اسرائيل لا نجد ماده في يعني في القانون الدولي لم تنتهكها حتى الان في اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان وبروتوكولات الاضافيه. اسرائيل انتهكت كل شيء، يعني المدنيين ليس في مأمن، حتى الاطباء منهم واطقم الاغاثه، يعني البنى التحتيه تم تدميرها، المستشفيات، يعني دور العباده. اسرائيل يعني ارتكبت كل الجرائم التي وردت في القانون الدولي الانساني وخاصه اتفاقيات جنيف وفي النظام يعني روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه. نعم. يعني نامل ان المجتمع الدولي عليه ان يتدخل وعليه دور كبير بفرض عقوبات على اسرائيل. وايضا يعني كان هناك قرارات جيده من جانب يعني بعض الدول مثل النرويج وايرلندا واسبانيا باعترافهم بفلسطين، هذه خطوه يعني جيده. نامل ايضا يعني مزيد من الضغط وان يتم يعني عزل اسرائيل بشكل واضح وفرض عقوبات اقتصاديه ويعني سياسيه عليها حتى توقف هذه الحرب الشنيعه ضد الشعب الفلسطيني. اشكرك المستشار محمد مهران، عضو الجمعيتين الامريكيه والاوروبيه للقانون الدولي.